طيب خلينا ننتقل إلى خبر آخر. خلينا نتكلم عن الموضوع فض ربعة. طبعا احنا عارفين ان المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة اشادت بتقرير فض ربعة. لسه تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حوالين فض اعتصام ربعة بيثير كثيرا من الجدل داخل مصر. المفوضية السامية لحقوق الانسان لم تتوقف امام هذا الجدل، واشادت بالتقرير خلال الاجتماع اللي عقده محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. والاجتماع ده كان مع نافي بلاوي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على هامش المشاركة للوفد المصري رفيع المستوى في فعاليات وأعمال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في جنيف. أكد رئيس المجلس في تصريحات صحفية أن اللقاء كان وديا للغاية، وأن هو سلم إلى المفوضية السامية صورة مترجمة من نص التقرير اللي أعده المجلس حول فض اعتصام ربعة، وهو التقرير الذي كانت المفوضية السامية على علم به، حيث أشادت بلاوي بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار رئيس المجلس إلى أنه بحث مع المفوضية السامية أيضا العلاقات بين المجلس وبين مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما وجه الدعوة إلى المفوضية السامية لحضور الندوة العالمية التي يقيمها المجلس في 30 إبريل حول المرأة وحقوق الإنسان. طيب ده كان خبر معانا تاني عن موضوع فض اعتصام ربعة. طيب خلينا نتكلم عن محاكمات الأخوان. النهاردة في محاكمات الأخوان، بديع وقيادات الأخوان في قضية البحر الأعظم بيتم النهاردة نظر قضية 126 متهم إخوانيا في أحداث ذكرى أكتوبر بالدقي، وفي استئناف ل 19 طالب إخواني بالأزهر على الحكم اللي صدر بحبسهم 5 سنين. النهاردة المحاكم المصرية بتشهد عدد من القضايا اللي في غاية الأهمية. محاكمة قيادات إرهابية في قضية البحر الأعظم زي ما قلنا 126 إخواني، والاستئناف اللي عملوه طلاب جامعة الأزهر. محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل بتنظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الأخوان وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوة حجازي وغيرهم. طيب عايزين نعرف تفاصيل المحاكمات دي، معانا إبراهيم، أستاذ إبراهيم القاسم رئيس قسم القضائي باليوم السابع. أستاذ إبراهيم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أستاذ إبراهيم، يعني إيه هي أهم محاكمات الإخوان اللي بتشهدها المحاكم النهاردة؟ هو بالفعل النهاردة يوم حافل في المحاكم المصرية من خلال نظرها لعدد كبير من القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين. من اول هذه القضايا قضية محمد بديع واعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتهمين بالتحريض على العنف التي وقعت في البحر الاعظم وادى الى وفاة عدد من المواطنين 3 واصابة عدد العشرات من المواطنين في هذه الاشتباكات. وهذه الاحداث جاءت بعد حادث فض اعتصام ربعة والنهضة. تم تأجيل هذه القضية أكثر من مرة، وقال بديع في المحاكمات السابقة بأن هؤلاء بأن المحاكمات غير عادلة بالنسبة لهم ويريدون رد القاضي الذي ينظر القضية. لكن المحكمة كانت قد أرجعت هذه القضية أكثر من مرة، وحتى الآن لم يتم بدء الجلسة حتى الآن. بالنسبة للمحاكمة الثانية وهي محاكمة برضو قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مش قيادات الطلاب الإخوان الذين يقومون بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 5 سنوات. كانت اشتباكات وقعت في جامعة الأزهر بسبب جماعة الإخوان وطلبة الإخوان المنتمين للجماعة،
تم حبسهم 5 سنوات وقدموا استئناف على هذا الحكم، وتم تحديد له جلسة اليوم لنظر هذا الاستئناف. طيب أستاذ إبراهيم القاسمي، أنا بشكرك جدا على مداخلتك معنا. طيب مشاهدينا، هنطلع فاصل ونعود مرة أخرى لاستكمال أخبارنا مع حضراتكم في صوت الناس.